لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أخي على مهلك عليه، شو بقى عم تطحش مطحشة؟ فوت قدامي وأنت ساكت. يلا. شوي. سلامتك بابا، سلامتك سلامتك. أخ يا أبي يا أخ. والله الوجع عم بيقطع جسمي تقطيع. عم تجعك ركبتك مطرح العملية مو هيك بابا؟ ولك مو اجري يا اهبل، عم يوجعني راسي اللي خبطوا لي اياه بالتخت كانه عم تزتوا كيس بطاطا. خلص بابا خلص، هلا بخف الوجع، هلا بخف. بسيطة هات، ناوي ايدك حتى احط لك ابره السيروم، ناوي ايدك. ايه بس شوي ها الله يخليك. لك شو هذا؟ بشكل ابره. ايه بابا بخاف كثير من الابر. ابره صغيره هاي. طيب خلص. طول بالك. ايوه. الله يخليك يا ابني، لا تتركوني لحالي. يا ريت بابا، بس ما بنقدر لانه مو مسموح زياره بالمستشفى غير ساعه واحده باليوم. ساعه واحده بس؟ يا ربي دخيلك، شلون بدي اقضي اوقاتي هون لحالي؟ شو بدك تساوي؟ بدك تطول بالك بابا، يعني كل 4-5 ايام بترجع على البيت معافى باذن الله. 4-5 ايام؟ لك ليش اعلان 4-5 ايام؟ اي قسما بالله رح يمضوا علي كانه 5 سنين. يا اخي ممكن تخلوني نام مع ابي بس هالليله، لانه الوالد مو متعود ينام لحاله. وليش مو متعود ينام لحاله بقى؟ بخاف من القتمة؟ لا بس بده مين يسليه، لأنه هو بدي يخلقه بسرعة. ما عليك أنت، نحن منسليه. بعدين هاي في مريض تاني معه بالغرفة، بتسلوا مع بعض. طيب شو في إذا ضليت أنا؟ إذا مشان التخت مو مشكلة، بفرش على الأرض وبنام. ممنوع يا أستاذ، شو تفرش على الأرض؟ بعدين هالتعليمات مو من عندي، هيك نظام المستشفى. طيب جيبوا لي تلفزيون. هذا اللي كان ناقص والله. دخيل عينك، بركي بنقدر نمرق له تلفزيون صغير بيتسلى، يعني رجال كبير وخلوه ضيق. عيني فهم علي، هي مستشفى مو فندق، ما بقى غير تطلب له ريسيفر. شو يعني؟ بالحبس مليان تلفزيونات. طيب راديو. كمان ممنوع. هلا كل شيء بهالمستشفى ممنوع؟ اخي هيك النظام، بقى تفضل لبرا قبل ما يمرق المدير ويشبكوني يعملنا بهدله، تفضل. طيب ماشي، بدك شيء بابا؟ لا يا ابني. بس دير بالك على امك واختك، ولا تنسوا تجوا تزوروني بكره. اعوذ بالله، شو ننسى بابا؟ اماني ها، ديروا بالكم على بابا، بابا اماني برقبتكم. يلا خلصنا، تفضل برا، خرج. معافى. عليك العافية يا أخ. ولك حبيبي لا تعذب حالك، هالشي ممنوع، بقى وفر التعب على حالك، روح على البيت تريح وترتاح بكون أحسن. المشكلة إنه الوالد كتير ملول، يمكن يعذبكم من كتر ما بينق. لك حبيبي خلي نقل يشبع، نحن متعودين على نقل المرضى. روح حبيبي روح. طيب شكرا. يا أهلين. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالحبس اللي حبسته، قسما بالله رح موت من الضجر. منين اجتني هالمصيبة يا ربي؟ اطول بالك انت التاني، شبك بكرة بتتعود على هالقعدة. لك صعب يا أخي صعب. إيه انا من اول يوم رح طق، وبصراحة مالي عرفان كيف بدي اقعد هون 4-5 ايام تانيات. لا والمشكلة انه انا ما بقدر انحبس بين 4 حيطان. ايه قسما بالله قسما بالله بيسحل عقلي. يا سيدي مساح وشك بالرحمن وهدي نفسك وطول بالك. انت شو عمليتك من غير شر؟ عملية بالركبة، قالوا ما لازم اتحرك من الفرشة اللي بعد 4-5 ايام. عجبك بقى لهالشغلة؟ الحمد لله على السلامة وان شاء الله معافى بإذن الله. وانت شو عمليتها؟ انا ما بدي اسوي عملية، انا بدي اعمل شوية فحوصات وتحاليل وصور. هلأ إلك زمان هون؟ يعني بدك تقول صار لي اسبوع زمان ولسه قدامي 3-4 ايام تانيات. لعم، وشلون قدرت تتحمل اسبوع هون؟ اخي شو بدنا نساوي؟ مضطرين. طيب اسمه إلك هلأ اسبوع هون بدي اسألك سؤال. تفضل. كيف ممكن الواحد يتسلى ويقضي وقت بالمستشفى؟ ما في غير طريقة واحدة. وشو هي هالطريقة؟ الحكي. تسلى بالحكي. أنت بتحب الحكي؟ يعني مو كتير. معناها لازم تعود حالك على الحكي. أنا بالنسبة إلي بحب الحكي كتير، ولساني ما بيفوت لحلي. خوش هيك شغلتي. ليش شو بتشتغل حضرتك؟ حكواتي بقهوة الماوردي. حلو كتير، معناتها راح نقضيها أنا وياك قصص وسير وحكاية. تكرم عينك، أنا جاهز.
ما حدا عم يرد. شو هالحكي؟ معقولة؟ مستشفى طويلة عريضة وما في حدا يرد على التليفون؟ اضرب عليك يا ابو رضا. طولي بالك ماما، يعني بابا مو اول واحد بيدخل المستشفى وبيعمل عملية ولا اخر واحد. لك بنتي انا مو قلقانة على العملية، انا شفقانة على ابوكي من هالحبس اللي انحبسها. وانت مثل ما بتعرفي ابوكي نزق وطبعه صعب وروحه بمناخيره، يعني اذا تسكر عليه باب الغرفة لحاله بجوز يطق. بقى كيف قاعد هالقعدة؟ ليش شو طالع بايدنا نعمل وما عملنا؟ هيك نصيبه، الله يعافيه ويشفي لنا اياه بأقرب وقت. لك يضرب المعتر وعيشته، يعني لو كان معنا شوية مصاري ما كنا لحشناها هاللحشة بهيك مستشفى. صحيح، بس طلبوا 100,000 ليرة مشان هيك عملية. يا ستي في دال مصاري كلها، بس نحن منين بدنا ندبر 100,000 ليرة؟ اي الله يستر علينا، يا دوب نحن عم نطالع لقمة يومنا. خلص امي، ما عاد في داعي للحكي هلا، يلي صار صار. رجع دق الرقم مرة تانية بركي بيردوا هالمرة. قولتي، نشوف شو آخر تبعهم. وضعك تمام ومن أحسن ما يكون. لك الله يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك. قلي كيف شايف حالك هلا؟ رح موت من الوجع يا دكتور، رح موت من الوجع. ولا يهمك، هاي شغلة طبيعية. هلا ببعت عادل يجيب لك مسكنات. غيره في شيء؟ لكن ما في شيء. اتكسرت جنابي من التسطيحة، والأصعب من هيك رح تقضي أخلاقي. معلش أبو رضا، معلش. كلها كان بيوم وبترجع تمشي مثل أول وأحسن. وهالملل والضجر يا دكتور شو بدي أعمل فيه؟ ليش جارك ما عم يسليك؟ بلا والله ما عم بيقصر. كيفك اليوم يا سعيد؟ والله الحمد لله، نشكر الله تمام. إمتى رح تخرجوني دكتور؟ يعني يوم يومين بالكتير. عليكم العافية. الله يعافي عمرك. الله يعطيك العافية يا دكتور. قد ايش الساعة صارت؟ 9:30. بس قد ايش بدك اياها ركان؟ شو بيعرفني اياها؟ لسه وقت الزيارة مطول. يا الله والله اشي بيضيق الخلق. لا ولسه النهار بأوله، كأنه ساعة ما عم تمشي. ساعتك ماشي سعيد؟ يا سيدي ساعة ماشي تمام وكله ماشي تمام، بس انت على ما يبدو ضجران كتير مو هيك؟ ولك ايه والله ضجران يا ابو السعود. اصبح وينك طالما وقت الزيارة مطول؟ اطلع من الشباك وحكي لي شو شايف. لك بلكي بيمضى هالوقت ونتسلى. ايه مو تكرم عينك، على عيني وراسي. شايف لك هالمرة رح مارس دور الحكواتي بطريقة النقل المباشر على الهواء. يا سيدي سعرك بسعر المعلقين الرياضيين. هات احكي لي شو شايف. يا سيدي شايف تحت هالشباك جنينة كبيرة. وحلوة الجنينة؟ حلوة كتير، وحواليها شجر سرو وسنوبر وكينا داير مندار، وجواتها في حواط صغيرة وكبيرة. الحواط الكبيرة مليانة بالورد الجوري الأبيض والأحمر والأصفر، والحواط الصغيرة معربش عليها اللبلاب والياسمين والخميسة والمجنونة. يا سلام، فعلا شي بيفتح النفس. وعند باب الجنينة الأسود في بياعين كتير، شي عم يبيع درة، شي عم يبيع فول نابت، وعم يرش عليه ملح وكمون وليمون. لك يا الله شو مشتهية لهالأكلة، وخصوصا إذا كانت سخنة وهالهبال عم يطلع منها. بتصدق إنه الهبال يلي عم يطلع من حلة الفول مبين لهون؟ لك يا الله على هالوصف. بتعرف إنه طفري وذكرتني بأمي الله يرحمها، كانت صبحية كل عيد تعمل لنا هالأكلة وتقول يا ابني ما في شي برم العظم إلا الفول النابت. لك يا الله هات لشوف. احكي لي احكي لي كمان. يا سيدي في ولد صغير مبين عليه ما معه مصاري كتير، ومع هالشي عم يحاول يقنع البياع مشان يحط له كمية فول إضافية بصحنه. ودخلك ابن البياع؟ ايه ابن حط له بصحنه شي 10 فولات. شو اللي عم يضحكك؟ اتصور انه الولد طمع زيادة ورجع مدل له صحن مرة تانية، الظاهر بده يصلح الصحن. لعمة اكيد البياع انزعج منه وما عطاه.
ما هيك؟ لا والله، رجع صبر له فول مرة تانية. يا سلام، بايته البياع الفول شهمه وقبضاي وما رضي يكسر بخاطر الولد. ايه هيك الظاهر. ها وهلأ دخل من باب الجنينة شلة ولاد على ما يبدو هربانين من مدرستهم وجايين يلعبوا كرة قدم. بس ما يكسروا الوردات بطابتهم؟ لا اطمئن، الجنينة فيها ملعب كبير خصوصي للعب الطابة. ولك يا سيدي كتر خيرهم انه عابين قدام هالمستشفى جنينة حلوة، والله شي ببل القلب. إلك يا عمي خطة مدروسة. طيب ومين شايف كمان بجنينة؟ أكتر شي شايف ختائرة. ايه احكي لي شو عم يعملوا هدول؟ واحد منهم قاعد عم يراقب حفيدته على ما يظهر، وهي عم تطعمي خبز للبطاط يلي عم تسبح ببركة الجنينة. تعرف يا ابو سعود، ذكرتني براما بنت ابن رضا، بنت مهضومة وبتاخد العقل ولك بتفطس من الضحك. يا حبيبة قلبي هالجيل سابق سنه. ايه والله سابق سنه، والله يخلي لك اياها. يا حبيبة قلبي بكرة بس اطلع من هون بدي امسكها بايدا وجيبها لهون وطعميها فول نابه. ايه ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا ان شاء الله. سميرة قديش صارت الساعة؟ 11:30. يا لطيف على الوقت شو بطيء، يعني لسه ساعتين لوقت الزيارة. اي بسيطة ماما بيمدوا. الله يصبره لأبوكي لبين ما تصير الساعة 1:30. أنا أبوكي وبعرفه خلقه ضيق وضويج، بس إن شاء الله يكون الممرضين بهالمستشفى لطفة حتى يفهموا طبعه وما يزعجوا. إن شاء الله يا رب. ما في حبيب، هلا بعدكم فول نابت بالمستشفى؟ لك على سؤال لي، شو قالوا لك فاتحين تكية هون؟ الفول نابت قالت لا إله إلا الله. لعبة ما أوقحوا، شو قلت له لحتى نهز بدنه؟ أخي لا تزعج حالك ولا تدقق. على كل حال بكرة بس نطلع من هون أنا وياك مننزل على الجنينة اللي تحت ومناكل فول نابت حتى نشبع. بس بشرط أنا اللي بدي أدفع. مثل ما بدك، مو فارقة بيناتنا. عشو عم تطلع؟ على الجنينة. احكي لي شو شايف، ليش عم تشوف لحالك؟ يا سيدي في بنت وشب الظاهر انهم بحبوا بعضهم، قاعدين على مقعد تحت شجرة كبيرة وعم يتهامسوا مثل عصافير. اكيد بيكون عم بيقلها بكرة بس تخرج من الجامعة، بدي كون مستقبلي بأسرع وقت لحتى روح لعند اهلك واطلبك ونتجوز ونخلف صبيان وبنات ونعيش بسبات ونبات. لا والله مو الهيئة عم يقلها هالحكي. وليش بقى؟ لانه قام وتركها. معناتها زعلوا من بعض. ايه والله هيك الظاهر. لك اخ لو فيني اترك هالسرير وانزل صالحهم. لحظة ليكو رجع. معناتها ندم ورجع لي صالحها. ما بعرف بس عم يحكي معها. بس ما تكسر بخاطره، بينته هالشب بحبها. هلا بدي اسألك بهالجنينة ما في حارس؟ مبلا فيها حارس ختيار عمره فوق 70، ومن شوي كان عم يقصقص شتلات الورد الجوري ويعشب الحشيشة اللي على أطراف الممرات ويسقي الوردات. بس انت لو شفته هو عم يلعب مع الولاد الصغار يلي دخلوا من شوي على البسكليتات، عم قلك منظره بيهلك من الضحك. بس اوعى يوعوها، حاكم وقعت البسكليت خطيرة. لا تخاف، ممرات الجنينة عريضة. يا سلام، شو خير ابو سعود؟ شو شفت؟ يا سيدي قدام حنفية المي شفت لك زر كبير لوردة جورية صفرة بيطير العقل وراح يبدا يفتح. لك يا سلام، ما في احلى من الورد بالكائنات. اكيد لما راح يفتح راح تطلع وردة مميزة. يا الله شو بشتهي شوفه. وينك سعيد؟ خليك عم بتراقب زر الورد لحتى يفتح. ولا يهمك، قاعدين شو شغلتنا؟ مرحبا بابا. اهلا بابا، اهلا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك ابو رضا. الله يسلمك يا ام رضا. مرحبا بابا. اهلا حبيبي، كيفك؟ تمام. طمني ابو رضا، ان شاء الله مالك موجوع او ضجران او تعبان.
ماشي الحال يا أم رضا، بس ما قلتوا لي شلون دخلتوا على المستشفى بهالوقت؟ على علم الزيارات ممنوعة قبل الوحدة ونص. شو بنا بابا؟ الساعة هلأ 2:00 إلا 3:00. شو هالحكي؟ معقول الوقت مضى بهالسرعة؟ ولي علي داخلك ومليت ما هيك؟ ايه والله يا أم رضا، بس الله سبحانه وتعالى بعت لي سعيد جاري، ايه لولا كنت رحت طقيق. عم يحكي لي ويسليني بهالحكاية، كتير مبسوط أنا وياه. عليك العافية أخي. الله يعافيك إن شاء الله يا أختي. ماما؟ مالك ملاحظة إنه بابا متغير شوي عن أول؟ شلون يعني متغير؟ يعني صاير صدره مشروح أكتر وخفانة عنده حالة الضجر. بصراحة أكتر ما عدنا قبل مرة. إن شاء الله، الله يهدي سره يا رب. بس أنت برأيك شو السبب؟ إيه مبينة ماما. السبب جاره اللي بالغرفة، وعلى ما يبدو كتير موالفين على بعض. إيه سبحان مغير الأحوال. أبو السعود. ايوه. مالك حاسس انه الدنيا اعتمت على بكير؟ ليش حابب يضل النهار على طول؟ اي والله مو منشان شي، بس حتى نحضر زر الورد الصفرة شلون عم يفتح. اطمن لساته زر وبدها يوم تاني حتى تفتح. يعني بكرة الصبح بيكون الزر فتح؟ بإذن الله بتفتح. اي تصبح على خير لك وانت من اهله. صباح الخير ابو رضا. صباح النور. شو شايف شمسك عالي اليوم؟ شو وينه؟ مين؟ سعيد؟ ايه عقبال عندك، تخرج اليوم الصبح. لا الله يسامحه، ليش ما خبرني انه بده يتخرج اليوم؟ يمكن ما حب يزعجك. عادل دخيل عينك، ممكن اطلب منك طلب. ايه تفضل ابو رضا. روح وقف عند هالشباك لو سمحت. اي تكرم عينك. هاي وقفت. اطلع لتحت لو سمحت. طلعت. في بالجنينة جنب حنفية المي زر ورد جوري اصفر على وشك انه يتفتح. يا ترى فتح ولا لا؟ انا ورد يلي بالجنينة. بس هون ما في جنينة. ما في جنينة؟ لا. شو في لك؟ هاد الشباك بطلع على خلفية المستشفى، يعني ما في غير سيارة اسعاف معطلة وشوية كراكيب وبراميل. شو القصة ابو رضا؟ عم تشوف الجناين بمنامها؟ الله يسامحك يا سعيد، بالفعل انك حكواتي شاطر. صح النوم تقبرني. يصح بدنك. صدقيني نومت بعد الظهر قلت حط البدن. شو الحكي؟ قلت لك بلالك النومة ما رديت علي. ما بقدر يا أم شاهر ما بقدر، هيك متعود. يعني إذا ما نمت بعد الظهر ولو نص ساعة بصير أمشي وأتلولح مثل السكران. قديش الساعة هلأ؟ 5:00 تمام. الله يصلحك، ليش ما فيقتيني قبل نص ساعة؟ لقيتك غرقان بالنومة وعم تشكر، ما حبيت فيقة. شاب قهوتك تقبرني. ليش ناقصني قهوة أنا؟ طول النهار عم كروع قهوة وشاي وزهورات وميلو. إيه صحيح، بس قهوة البيت غير شكل. قصدك إنه قهوتك أنت بالذات غير شكل، مو هيك بدك تقولي؟ شو رأيك أنت؟ والله يا أم شاهر أنت بتعرفي رأيي من زمان. إيه قسما بالله لولا العيب والحياة كنت قلعت معلم القهوة والشاي اللي عندي وحطيتك محله. لا مو لهالدرجة أبو شاهر. يا ستي وأكتر وأكتر. طيب شو رأيك تضل اليوم جنبي؟ يعني اسم إنه لسانك حليان وريقك طريان، ملالك هالنزلي على القهوة. الله يخليك. نعم وين بدي ضل؟ جنبي. وشو بدي أعمل جنبك؟ لا لأنه الوقت بعد الظهر ومو خرج أعمل شي. بعدين نسيتي إنه وراي قهوة طويلة عريضة وبدي أنزل مشيها. لا ما نسيت، بس رحام صحتك وعافيتك شوي أنت التاني،
يعني دوام قبل الظهر ودوام بعد الظهر لنصاص الليالي، والله حرام. ايش بدي اعمل يا ام شاهر؟ هيك شغلي. طيب ليش ما بتحط واحد تثق فيه لحتى يداوم محلك بعد الظهر؟ وحاجتك دوام واحد؟ سؤالك وجيه كتير، بس اول شيء هالواحد الثقه يلي عم تقولي عنه مو موجود، لانه الادمي بهالايام يا ام شاهر صار اندر من النادر مع الاسف الشديد. وتاني شيء الحاله مو متحمله ندفع راتب موظف جديد، هيك قلك يعني؟ يو هلا دايت عينك على راتب هالموظف؟ ليش قديش بدك تعطيه بالشهر يعني؟ قد ما اخذ، بس انا ما بقدر ادفع له. مو شايفه شلون الشغل دائر بالقهوه؟ اوه على النغمه اللي ما كنا نخلص منها. الله وكيلك، كل اصحاب المصالح بيقولوا نفس الكلام، الشغل دائر والشغل دائر، واحترنا مين بدنا نصدق لنصدق. بس السؤال، كمان بالقهوه في شغل دائر؟ طبعا في، لكن ما في. بالاول كان يفوت زبون ويشرب فنجان قهوه ويلحوش اللي فيه النصيب وهو طالع ويمشي. اما هلا لما عم تقولي لزبون انه حق فنجان الشاي 25 ليره، عم يصفن نص ساعه وعم يتبلكم وينخفى حسه. بقى خليها لله احسن شيء. الله وكيلك يا ام شاهر، كل شيء تغير لك، حتى الزباين يا ام شاهر صايرين سمجين وغلاظ وتقيلين دم. بفوت الواحد منهم وبيقعد بالقهوه 6-7 ساعات وعلى طلب واحد، يعني بيشرب فنجان قهوه او كاسه شاي وبيتبع عنا نص نهار، وكانه القهوه مطوبه له. وعلى هاد كاسه مي، وتعوا امسحوا لي هالطاوله، تعوا نشفوا لي اياها، هالكرسي عم يهز دبروا لي اياه، هالطاوله مقرقزه حطوا لي شقفه خشبه تحت رجلها وحالي. الله وكيلك يا ام شاهر، قرفوني المصلحه. معلش يا ابو شاهر، معلش تقبرني، بدك تطول بالك لانه هالعصه مؤقته وعم تمرق على كل هالناس مو علينا بس، يعني الحاله كلياتها دائره، الناس ما في بين ايديها شغل، ومشان هيك بتلاقي الناس عم تتسلى ببعضها. ايه والله مزبوط يا ام شاهر، الناس عم تتسلى ببعضها. قوم بقى تيسر على قهوتك وحاجه تحملها. ماشي الحال. يا ميسر كل امر عسير. رح تتاخر؟ يعني حسب التساهيل، بس بحاول اجي بكير اذا مشتاقتي لي كثير. على فكره شو طابختي لنا اليوم؟ رز بفول. حلو كثير، بس خلي الفول الله يرضى عليك يستوي منيحة، لأنه البامية مبارح ما كانت مستوية معك منيح. وعلينا، رح تعلق لي هالقصة، قلت لك ما فوبرتها منيح، خلص خربت الدنيا يعني. لا ما خربت الدنيا، لأنه السلطة كانت ناجحة كتير، ولولا السلطة والرز كنت قمت جوعان. يو انت التاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ادخيله. تنسى تنسى أيام اللي راح، أيام معليه؟ ليش هاي عالستة معليه؟ مشي. أهلا وسهلا الشباب. معليه وسهلا. شو طرني؟ بياري. إيه موفق. تبرونا شيء؟ تعال زو. خير إن شاء الله. اخترت سكر؟ قطايف. يلا أحلى. يا مين أهلا الشباب. جيت بوقتك. تعال زو. مر معليه. جيب لي كاسة مي. حاضر. تركها. أبو شاهر، ايش عندنا هالتلفزيون زبتري؟ في مسؤول مهم بده يحكي. على عيني وراسي تكرم شواربك. ونهيب بجميع الإخوة المواطنين بأننا لن نتأخر أو نقصر أبدا في حل جميع المشاكل العالقة فيما يخص راحة المواطنين وطمأنينتهم. لذلك سنسعى جاهدين لاستثمار كل الإمكانيات المتاحة والخبرات التي بين أيدينا لإصدار التعليمات المناسبة والقرارات الحيوية في كل المجالات التي ستعود بالنفع العام على زكاتك. أبو شاهير زبط لنا الصوت، بدنا نسمع شو عم يحكي. على عيني على عيني وراسي تكرم شواربك. ايه لك شو صار لك؟ اختفى حسك بالمرة، هلا كنت عم تدقي له عين الله عليك. شو معلم؟ رح يروح علينا تصريح المسؤول؟ يلا يلا، هو هيك احيانا بيعمل بزرقن شوية. ايه ابدا معرفتك، هلا وقته. ولا يهمك ولا يهمك، مشي حاله وزبط زبط. وكما نهيب بجميع الاخوة المواطنين من عمال وفلاحين وصغار كسبة وحرفيين ومثقفين بأن صدورنا مفتوحة وآذاننا صاغية لأي نقد موضوعي ورأي.
الشمال. خلاص عرف الدواء. لأننا رفعنا شعر النقد الذاتي وطرحنا مفهوم المشاركة بكل أبعاده. يخرب بيته شو معذبني لأنه ما بيجي غير بالضرب والنعرة تلفزيوني وبعرفه. شبك واقف فوق راسي مثل غيمة شباط. الله يسامحك يا معلمي، هاي عملة بتعملها يا معلم. أنو عملة؟ شلون ضربت التلفزيون والمسؤول عم يحكي فيه؟ ليش أنا ضربت المسؤول؟ أنا ضربت التلفزيون. ما اختلفنا، بس نسيت إنه عباس قاعد بالقهوة. وإذا كان عباس قاعد يعني؟ هذا يا معلم خطه حلو، حلو كتير، وهوايته سلخ التقارير على الطالعة والنازلة بسبب وبلا سبب. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، ايه ما بيوفر اخوه. هذا بزمانه اختلف هو واخوه على حصة بالبيت. قام نفضوا تقرير من كعب الدست وضل يجرجوا على الامن شهرين ثلاثة على بهدلة وتعطيل وقت. ايه بس انا ما عملت شيء. هلا جاي تقلي هالحكي الي يا معلم، انا بعرف انك انت ما عملت شيء، بس انا بخاف يكون عباس فهم هالحركة غلط. شو قصدك؟ يعني كيف ممكن يفهمها؟ يعني بجوز فهمها انه حضرتك ما عجبك حكي المسؤول بالتلفزيون، قام قمت وسلخت التلفزيون هداك الكف كنوع من التذمر. معقولة؟ وليش لحتى اتذمر بقى؟ زلمة عم يحكي والحكي ببلاش، شو قولي عنده انا؟ كل شي معقول يا معلم، كل شي معقول. بعدين ما شفته شلون زورك وصار يتطلع فيك لما بده يمشي من فوق لتحت؟ مزبوط والله يا عزو، زورني، شفته عم يزورني قبل ما يطلع. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا يعطيني عافية على العملة. إنه شلون هيك ما انتبهت؟ آخ الله لا يوقعنا بشرق أعمالنا يا رب. لك أنا هيك طبعي من طول عمري أهوج وأرعن وكتير غربة. قيم هالأكل اللي من خرقتي قسما بالله العظيم اتسع مرائي وتكركبت فوقاني تحتاني. طول بالك معلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو طول بالي؟ يخرب بيتك مثل البوم أنت التاني، ما بتبشر إلا بالخراب. العمى شو هالقصة هي؟ حبيتها تكون صحيحة كمان. أبو شاهر، أبو شاهر، الله وكيلكم غموري. قصدي كنت عم بضرب التلفزيون. أبو شاهر شبك؟ ما ضربته، عباس فهم الموضوع غلط. مين ضربه؟ نعم مين ضربت؟ يعني أنت كنت عم تقول بالمنام إنك ما ضربته. لمين؟ شو بيعرفني؟ أنت كنت عم تقول هيك بالمنام. ما بعرف، نسيت، بجوز كنت شايف شي كابوس تقيل. ما بدك تنزل على القهوة؟ صارت الساعة 5 ها. لا ما بدي انزل، مو جاي على بالي لا انزل ولا انضرب على قلبي، بدي ارجع نام. ولا اقول لك بلاها هالنومة هلا، بلاها. ايه ايه احسن، بلا ما ترجع تشوف الكابوس مرة تانية. مو هيك؟ لأنه كابوس مزعج تماما. أصبح الحاني على الأرض ديار، القهوة سخنة، يلا قوم. يلا جاي. اللهم اجعل العوائد سليمة، ناقصني هم لأنه. عمل لك دين معصب. عزو. أيوة معلم. تعال هون لشوف. مر معلم. طوف رمالي.
دخلك بدي اسالك. تفضل. ما عاد شفته العباس كانه ما عاد اجى مو هيك؟ ايه والله يا معلمي، من يوم ما خبطت التلفزيون هذاك الكف ما عاد بين بنوم على القهوه. بلك وطي صوتك، وطي صوتك يخرب بيتك. قلتك ليش ما عاد اجى؟ والله يا معلم علمي علمك. اكيد قاعد بالبيت بده يرستق التقرير يلي بده يسلخني اياه. الله يستر يا رب. روح شوف لك شو. روح عنا هلا روح. سليم الشباب طيبة يا عزو، اعطينا شاي. مو حابين نشرب شاي. انت ابو شاي وسكر؟ ايه انا ابو ساهر سكر. ابو شاي كم؟ نعم. ايه تفضل معنا لو سمحت. عفوا ما فهمت. لو وين بتشرف؟ المعلم طالبك. يلا كمان عفوا. انا معلم. راح تحقق معنا انت؟ شرف معنا مثل الاوادم. اوعك تفكر تقاومها. أنا قوي؟ تعدموني إن شاء الله، ليش لحتى قوي؟ أصبح امشي معنا وحاجتك بربرة. يا أخي الله وكيلك، أنا مو قصدي أضرب الزلمة، القصة ما فيها إني كنت عم صلح التلفزيون، حتى اسألوا عزو، مو هيك يا عزو؟ 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 ولي ما دخلني معلم، ما دخلني، يستر على أرضك، لا تفوتني فوتات بني أدى يا معلم. هلا رح تمشي معنا للزو ولا مستعمل اسلوب تاني؟ لا ليش اسلوب تاني؟ خليكم على الاسلوب، الله يخلي لي اياك. يلا ماشي معكم. وين وين جاكيتي؟ جاكيتي ليك. يلا يلا تحرك لنشوف. يلا يلا عزو دير بالك على قهوه. الله يرضى عليك، انا واصل مع الشباب. زمان مش مشوار ساعة، زمان مشوار ساعة، زمان ما بطول، طول اكثر من ساعة. يلا 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 يا شباب. شباب شاهر شاهر شو في؟ على نصتك شو على وراء. يلا يلا عينك على القهوة يا عزو. طمن معلمي طمن. لا تتحرك. صارت الساعة 3، ليش تأخر أبو شاعر يا ترى؟ إيه ماله بالعادة؟ مين؟ أنا عزو معلمتي. أهلين عزو خير. يعطيك العافية معلمتي. تفضلي هي مفاتيح المحل. مفاتيح المحل؟ ليش وين أبو شاهر؟ أبو شاهر؟ لك شبك ما تحكي رد؟ أخدوه. مين اللي أخدوه؟ ما بعرف بس يمكن ال ولي على عمتك يا ام شاهر. ولي على عمتي ليش اخذوه؟ ليش شو عمل؟ من طول عمره ابو شاهر بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا رب الستره. ولك عزه فهمني شو القصه. يمكن اخذوه مشان الكف معلمتي. انو كف؟ الكف اللي سلخه معلمي ابو شاهر للمسؤول. ولي على عمتي ابو شاهر سلخه للمسؤول كف؟ ولك ولي على عمتك يا ام شاهر. طولي بالك معلمتي، يعني معلمي ابو شاهر ما سلخ المسؤول كف. لمين لكان؟ للتلفزيون. للتلفزيون اللي كان طالع فيه المسؤول وعم يحكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب ما فهمت، يعني ما فهمت مين اللي اخذه معلمتي؟ قلت لك لك فهمت. والله فهمت، بس انه فرع منهم. ايه اكيد هذا فرع 999. وشو عرفك؟ لانه هذا الفرع اللي متعاقدين معه بحكايا. Thank you.
شرف معي. لوين؟ لعند المعلم. لوين يعني؟ على مونتيروزا؟ ايه حاضر. شرف. احترامي سيدي. انت ابو شاهر سكر؟ نعم سيدي، انا ابو كاشير. أبو ساهر شكر، أبو شاهر سكر. ليش هيك عملت يا أبو شاهر؟ خير سيدي، خير. شو عملت لا سمح الله؟ أنت وجهت إهانة علنية أمام جمهرة غفيرة لأحد كبار مسؤولين الدولة وقدام العالم وعلى عينك يا تاجر، فشو قولك؟ سيدي الحقيقة أنا لما صار أنت شلون بيخطر على بالك تضرب التلفزيون ومسؤول كبير بهالوزن عم يحكي فيك؟ سيدي الله وكيلكم، مو هيك مو هذا اللي صار. طب شوف يا ابو شاهر، لا تنكر. لا، الانكار ما راح يفيدك نهائيا. نحن معلوماتنا دقيقة وقدامي 20 تقرير حول الحادثة. 20 تقرير؟ ليش ما عاد في شغل عند مخبرين البلد غيري؟ اصلا كل يلي كانوا بالقهوة يا سيدي وقت الحادثة 5 أو 6، بقى معقول يكونوا كلهم مخبرين؟ عفوا يعني العمى. لا، مو شرط اللي بيكتب التقرير يكون موجود، هذا بيرجع لذكاء المخبر واجتهاده وحسن تصرفه. عفوا سيدي، يعني 20 تقرير اللي عندكم انا متهم فيهم اني اسأت لسيادة المسؤول يلي كان طالع بالتلفزيون؟ نعم، وللأسف. اسمع، احد التقارير بيقول انك تزمرت من الحكي اللي كان عم ينحكى وسلخت التلفزيون كف، وتقرير تاني عم بيقول انك لبطته برجلك وبربرته سبيت، وتقرير تالت عم بيقول انك قلت العمى على هالحالة واخرتها بقى اشبعنا حكي ومفردات ومرادفات. الله وكيلك يا سيدي، ما صار شي من هاد القصة وما فيها. ابو شاهر، ما في داعي للانكار نهائيا. انت سمعان بشي اسمه بساط الريح؟ ايه طبعا سيدي، هي غنية للمرحوم فريد الاطرش. غنية لفريد الاطرش؟ لك انت يا اما معلوماتك الامنيه والمخابراتيه ضحله يا اما عم تتغابه. يا ابو شاهر، نحن اجهزتنا الامنيه مثل بساط الريح، بتتجول وين ما كان وسجلنا كل تحركاتك ونشاطاتك. بقى اعترف بالذوق احسن لك. يا سيدي الله يخليك، بشو بدي اعترف؟ هلا لا تلف وتدور، نحن بنعرف عنك كل شيء. اسمع، انت مثلا امبارح ما داومت بالقهوه بعد الظهر، وتغديت بالبيت بامية ورز مع صحن سلطة، وتخانقت مع مرتك لأنه البامية ما كانت مستجيبة. بعد الغداء يا شاطر عملت قيلولة 1:40، بعدين طلعت زيارة لبيت بنتك وهنيك ضيفوكن شاي وبيتي فور وموالح، وحكيت انت وصهرك عن غلب الشدة اللي غلبته يا بالزيارة الماضية، وبنتك كانت عم تتوشوش هي وامها بامور خاصة، وهي واردة عنا هون بالتقرير بس انحذفت بالرقابة. الساعة 8 المساء اتفرجت على قناة الجزيرة، والساعة 12 تابعت برنامج من سيربح المليون. مرتك نامت على بكير وانت ضليت سهران للوحدة لانك كنت قلقان وما عم يجيك نوم، واذا بدك بحكي لك شو شفت بمنامك ليلتها. معقولة بتعرفوا كل هالشغلات عني سيدي؟ مو بس عنا، نحن بنعرف كل شيء عن كل مواطن، الكبير والصغير والمقمط بالسرير. لك نحن النملة إذا عطست بوكرها بيلتقى واحد من جماعتنا إلا صحتين على قلبك. ألو؟ نعم، دقيقة هلا بحكي معك من الغرفة الثانية. فكر على مهلك يا أبو شاهر بالأجوبة اللي بدي اسمعها منك بس ارجعها. فكر على أقل من مهلك.
حول ولا قوة إلا بالله على العلالة. يا ربي مالي غيرك، أعطيني القوة من عندك. شبني عم برجف وركبي عم تقصف تحت مني برطعمي، يعني طالما أنا بريء فليش الخوف؟ مالي عامل شي أنا، مالي عامل شي ولا عندي نية سيئة. شبني ايه يا ابو شاهر، بيرجع مرجوعنا اليك. رح تعترف ولا شلون؟ ومثل ما قلت لك ما في داعي للانكار، لانه نحن بنعرف عنك كل شيء. بقى شو قولك؟ والله يا سيدي قولي انكم ما بتعرفوا شيء. نعم مثل ما سمعت يا سيدي، انتم بالرغم من كل شيء ما بتعرفوا شيء على الاطلاق يا سيدي. لك شو صار لك انت؟ جنيت وطار صوابك؟ لك انت هيدا الحكي اللي عم تحكيه، العمل اللي ضربك ضرب، شو صار لك؟ عفوا يا سيدي، مع كل احترامي لكم ولمركزكم، خليني اكمل، انا ما خلصت كلامي سيدي. هات لشوف، بيض هالجوهرة، شلون ما بنعرف شيء؟ طبعا يا سيدي ما بتعرفوا. كيف يعني؟ انتو بتعرفوا انه سيئات الحارة عنا طايفة من مدة شهر، والناس عم تتأمأم بالمي الوسخة على الروحة والجاية؟ بتعرفوا انه في 30 شاب بحارتنا قاعدين بلا شغل وكل واحد منهم طول العضاضة؟ بتعرفوا انه معظم شباب الحارة ملحوشين مزلين مهانين على البواب السفارات وعم يحلموا بالهجرة؟ بتعرفوا انه طلابنا عم يتربوا على مبدأ الخيار والفقوس؟ بتعرفوا انه استاذ ثانوية هلأ مو بزمان وفيه التبجيلة وكاد المعلم ان يكون رسولة؟ لا هلأ أكل كف ورفستين من ابن مسؤول بالصف قدام الطلاب، وبلع الإهانة وأكلها بجنابه وما استرجى يشتكي على الطالب مشان ما يلحقه أذاه. بتعرفوا إنه نص أولاد الحارة عم يبيعوا دخان مهرب ومسكوا يا نصيب؟ بتعرفوا إنه أبو سعيد انقتل من 6 أشهر ولهلأ ما نعرف مين القاتل؟ بتعرفوا إنه في قاضي ضعيف النفس بالعصر العدلي ما بيفصل بأي دعوة قبل ما يقبض يلي فيه النصيب، ولهالسبب عم يقلب الباطل حق والحق باطل، ولساته على رأس عمله وكلمته كلمة والكل بيطلب رضاه. بتعرفوا قصة الأستاذ الجامعي يلي عم يساوم الدراويش الفقر المعتريين القرويين والمدنيين، عم يساومهم على نجاحهم بمادته مقابل المبلغ المرقوم، والطالبات عم تتحاشى شره خوفا من حقارة نواياها؟ ويا ترى بتعرفوا انه راتب الموظف ولو تضاعف 3 مرات يا دوب يكفي حق اكل وشرب ومواصلات، ورغم هالشي الشباب من فقرهن عم يحلموا بالوظيفة التعيسة مشان يقبضوا راتب الإعاشة او الإغاثة باخر شهر؟ بتعرفوا انه الغلا ذبحنا، الضرائب هلكتنا، الفساد نخر فينا للعظم؟ لا والفاسد عم ينسكت عنه وعم تعلى مراتبه، والغني عم يزداد غنى والفقير عم يزداد فقر وتحتير وشنطة وهر. يا ترى بتعرفوا الشيء ولا ما بتعرفوا؟ بتعرفوا انه الطب صار تجارة، المشافي صارت مسالخ، المدارس صارت ملاهي، السجون قصور للمجرمين الأغنياء الحرامية المختلسين، وقبور للجانحين المظلومين المعترين؟ بتعرفوا انه الدكتورة عم تشرب المصاري؟ بتعرفوا يا سيدي شيء ولا ما بتعرفوا؟ اخذوا هذا كل شيء عندك يا ابو شاهر؟ عندي كلام كثير بس نسيت نصه. لا تتعب حالك وتتذكر، لانه هالامور التافهه مو من اختصاصنا. تمام سيدي، خود ابو شاهر لتحت خليه يفكر بهدوء. شرف. يلا لحظة ممكن استعمل التليفون سيدي؟ مع مين بدك تحكي؟ بدي احكي مع مرتي حتى تعرف وين انا. مو ضروري تعرف، المهم نحن نعرف. ايه اخي نعيم، ما قلت لي كيف الشغل مع الجاليه؟ يا سيدي ماشي الحال، نعمة كريم، بس بصراحة يا ماجد الناس كلها عم تنق وعم تقول ما في شغل والحال دائرة والسوق بده انعاش ومن هالحكي هاد، بس بالمحصلة نحن وضعنا ممتاز قياساً على غيرنا.
يا سيدي أنا اللي بيعجبني فيك إنك قنوع وبترضى دائما بالقليل. لك شو فيها الدنيا أخي ماجي؟ دخيلك شو فيها؟ شغلي فاضية. الله يحسن ختامنا. شو بك نعيم؟ شايفك زهدان بهالدنيا كتير، شو القصة؟ ما بعرف يا ماجي، مالل مالل كتير. لك فهمت بس من شو مالل؟ والله ما بعرف، من كل شيء. ليش دخلك شو في بعيشتنا وطريقة حياتنا ما بملين؟ صلى الله أيام زمان، أيام الشباب والطيش والولدنة كنا عايشين مبسوطين، لك عايشين وعلى بالنا هم. فعلا فعلا يا نعيم، تتذكر كيف كان يمضى النهار وما نشعر فيه؟ إيه معلوم، لأنه كنا مقضينا روحات وجيات ورحلات ومغامرات، ويا أرض اشتدي ما عليك حدا أدي. أنا اللي بيعجبني فيك روح المغامرة اللي عندك. مزبوط مزبوط عم تحكي أنت. لك يا أخي من وقت ما كنت صغير وأنا بحب المغامرات والقفز في المجهول واكتشاف الخفايا. ليش؟ لأنه قلبي قوي وأعصابي متينة. هلا بدك تعرفني على حالك؟ لك ما بتتذكر وقت المرة كنا رايحين سيران بالغوطة وطلعت لنا هديك الحية يلي طولها شي 3 متر؟ شفت؟ شفت على هداك المنظر؟ أو ضليت لاحقة لحتى فاتت بين الحجار وما حليت عنا لطالعتها من وكرة. إيه لك يا عمي، أنا يلي بطالع الحية من وكرة. ليش ما بتتذكر كمان لما راهنتوني بزمانكم إذا بقدر أمرق من قلب المقبرة الساعة 2 بالليل والدنيا برد وشتي والهواء عاصف والتلج عم يندف؟ تنذكر وما تنعاد. لك شلون ما بتذكر يومتها كنا رحنا بشربة مي وكل هالشي قال مشان نتحداك. الحق عليكم انتو، انتو اللي عملتوا حالكم أذكياء وسبقتوني للمقبرة ولبستوني شراشف بيضة وطلعتوا بوشي وانتو عم تصرحوا وتولولوا مثل سعدين. قال شو بدكم ترعبوني؟ قال يعني على أساس أنا بخاف إذا طلع لي كم جني أو كم عفريت؟ قمت أنا فوراً وبدون تردد سحبت فردي من زناري ونزلت أقواص على أبو جنب. لك يومتها كل شي توقعناه إلا يكون معك مسدس مثل رعاة البقر وتسحبه وتنزل فينا أقواص. بتعرف لولا لطف الله كنت شركت لك شي 2-3 من الشلة. صحيح، بس الله لطف، وإذا كنتوا أنتوا العدل أنا رباطه. الله وكيلكم يا جماعة، كانوا فارشين بسط وقاعدين بهالغوطة وعم بيتسيرن وعين الله عليهم. ما بيلاقولك غير حية طولها شي 6 متر ولونها أخضر مارقة من جنبهم، تخنة هالتخن، تخن بوري الصوبيا. وقاموا هالشباب اللي حواليهم قاعدين، يلي غط على قلبه واللي صفرا، قال لهم نعيم شو بكون؟ لا تخافوا، تركوه علي. وفعلا ما كذب خبر، نط مثل الخلد وضل لاحقها وضل ماشي وراها هيك 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 لحتى وصلت على وكرة. وهربت؟ لا، وين بدها تهرب؟ انت اسمعي كملت القصة. ليكو التانية، يعني معقول جوزي خليها تهرب؟ ايه الله وكيلك، كمشى من دنبه وسحبها بفرد سحبة لبرا وعلق هو وياها علقة الله مولاها. هي تخبطه بدنبه بدها تلف عليه وهو يقعد يتملص منه ويتهرب، ما بده اياها تمسكه. يا لطيف، منيح اللي ما اذته. لك لا يو، شو تأذي نعيم؟ شغلته قتل الحياة وقطع روس الحناش. بالفعل نعيم قلبه قوي كتير. المهم كمشى من راسه وضل يقص عليه ويلوي ليا لحتى طقت رقبته وقالت يا ربي التوبة. وبعدين ماتت؟ شوفي شو عم تحكي، لكان معقول توقع بين ايدين نعيم وتضل عايشة؟ على فكرة أم سلافة، ماجد ونعيم رفقة من أيام الكشافة وروح قلبهم المغامرات والصيد، وياما ياما مقضيين ليالي بين الجبال والصحاري. يو وين بيناموا؟ وين يعني؟ بالخيمة. اضرب عليهم على هالشنطة. طب ما بيخافوا؟ اسمعي بقى، اللي بيخافوا يا عليم الله، ماجد ونعيم بيخوفوا بلد. نيالكم على هالجواز اللي قلكم. إلا أنا جوزي. يو ليش يبقى جوزك؟ بيخاف يقتل فارة. شو هالحكي؟ مثل ما سمعتوا، بزمانه طلعت عنا فارة بالبيت، قام صار جوزي المنظوم يصرخ من صميم عقله حتى دق على جارتنا أم صبحي وإجت هي وقتلت له الفارة. يي الله يعينك على هالجوز، شو خروق. ايه خروقه بس، تشتوش. والله ما يكون جوزي هيك، ما بنيمه تحت سقف البيت ليلة واحدة. فعلا يا نعيم، حياتنا صايرة مملة ولطقيق واحدة بواحدة. شوف ماجد، حياتنا مملة لأنها ستاتيكية راكدة ساكنة روتينية، ما فيها شي جديد. لك يا أخي منفس على بكرة. صباح الخير يا مرتي. صباح الخير يا جوزي. نفطر منروح على الشغل، نجي الطهر.
تعبانين هلكانين فطسانين، منتغدى ومنقعد شوي منرجع نروح على الشغل، والمساء منتعشى ومنعبي بطننا ومنقعد صفنانين. شبك يا مرتي؟ شبك يا جوزي؟ مالك؟ مالي تضرب هالحياة ويقصف عمر الروتين. نعيم، شو رأيك نفكر بمشروع نكسر فيها الروتين؟ مثل شو؟ يعني نطلع لنا هيك شي رحلة صيد كام يوم مثل أيام زمان. هلا هذا اللي طلع معاك دخيلك ودخيل هالصيد، يعني معقول نحط عقلنا بعقل العصافير والحجل والبط والترغل؟ شبك نعيم، هذا اللي موجود، منين بدنا نجيب لك وحوش؟ لك يحرق أخت الطبيعة شو ناشفة؟ ناشفة يا أخي، يعني لا فيها وحوش مفترسة يتسلى فيها الواحد، ولا فيها تمسيح ولا دياب ولا طباع ولا حمير وحشية حتى. ولك بتطلع على جبل 4-5 أيام بتشتهي تلاقي شي دب تفش قلبك فيه. المشكلة يا نعيم إنه طبيعة بلدنا هيك، ما بتعيش فيها هيك أنواع من الحيوانات. بدك صراحة، والله نحن حرام كنا نخلق هون، لأن مواهبنا ضايعة بهالبلد يا أخي. المفروض كنا نخلق بأدغال أفريقيا أو بمجاهل ميسيسيبي. لا تضحك ماجد، أنا ما عم بتمسخر. ناس عندهم روح المغامرة مثلنا لازم يتهيأ لهم المكان والظرف. ما في لا مكان ولا ظرف. طيب شو رأيك نطلع على جبال الزبداني؟ جبال الزبداني؟ لك أنت وين وأنا وين؟ ولك آخ آخ على هالبلد، لا في جبال شاهقة حتى يتسلق الواحد، ولا مستنقعات هيك مهجورة حتى يخوضها، ولا براري مغفرة ليقطعها، ولا أنهار غزيرة ومليئة بالتماسيح حتى يسبح فيها. ولك يا لطيف قديش بتحسر على حالي لما بشوف أفلام المغامرات يلي بتطلع بالتلفزيون، لأن روح قلبي هيك فوتات وما عم بقدر فوتك ماجد. لك آخ، شو بدنا نعمل يا نعيم؟ هذا واقعنا وبدنا نتأقلم معه. بس بتعرف نعيم، أنا عندي فكرة بتجنن وبتمنى توافقني عليها. هات لشوف، شو هالفكرة؟ شو رأيك ناخد نسواننا شي 4-5 أيام رحلة على البحر؟ على البحر؟ وشو بدنا نعمل بالبحر؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نسبح. ها؟ نسبح؟ هلا سباحة البحر بتعتبرها سباحة أنت التاني؟ ليش شو بتعتبرها زيادة؟ لك حبيبي أنا إذا ما شكيت رواسي من ارتفاع 10-15-20 متر ما بعتبر حالي سبحت، بعتبر حالي يا حبيبي عم خوض بالنهر مثل الضفادع. لك يا حبيبي هلا أنت فهمت علي إنه رح نسبح على الشط مع الأولاد؟ لا، منغمق أنا وياك شي 10 كيلومتر لجوا وهريك روح قلبك الأمواج العادية. هيك ها؟ معقولة؟ وإن شاء الله يا ربي يطلع البحر عالي ارتفاع الموج وهايج حتى يخدمنا. وغير السباحة شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يعني؟ منصطاد سمك. يا حبيبي على هيك صيد، يعني معقولة أنا أحط عقلي بعقل السمك؟ هلا هذا صيد ها؟ خلاص يا نعيم، كلها تسلاية بتسلاية. خلاص لا تعسرها، بعدين خلينا ناخذ هالنسوان يغيروا جو، لسه حابسينهم بالبيت. ما بعرف يا ماجد، ما كتير قلبي مشروح لهالروحة. لا إله إلا الله، سايرني بس هالمرة وخلصنا، بعدين أحسن من قعدة القهوة. طيب وبشو بدنا نروح؟ بسيارتي الجبلية، هاي سيارتي حفر وتنزيل لهيك روحة. ما في مانع، بس وينك؟ على شرطها أنا يلي بسوق على الطريق. وليش بقى؟ يعني ما عندك ثقة بسواقتي؟ لك أخي واثق، بس أنت سواقتك نعيطة وما بتمشي فوق 120، وانا بطق لك بطق من هيك سواقة، يعني اذا ما سكرت العداد على الاخر ما بحس حالي سايق سيارة. ماشي الحال مثل ما بدك. امتى اعتمدنا؟ امتى ما بدك؟ اذا قلنا اليوم الثلاثة، شو رأيك نمشي صباح الخميس؟ ما في مانع، بس يا ترى منلحق نجهز حالنا بيوم واحد؟ منلحق، ليش حتى ما نلحق؟ ماشي ماجي، تكلنا على الله، بس لا تنسى تاخذ الخيمه معك ها، بركي خطر على بالنا نطلع نعسكر كم يوم بغابات الفرندو. دعي معقول نعسكر ومعنا نسواننا؟ شو هذا نعسكر بالغابه؟ صحيح لك اخ اخ من النسوان، شو بيكسروا المقاديف اخ. امشي امشي يا امشي، تعال. لا نعيم، ما بقبل هيك تقطش وتلحش من عندك من غير ما تشاورني. لا هلا مشوار صغير مثل هاد كمان بده مشاورة؟ هلا هذا مشوار صغير؟ أصلاً أنت هيك كل عمرك، كل قراراتك ارتجالية ومو مدروسة، وشو بيطلع بعقلك هلا بدك تنفذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هلا كل ما بعمل شغلة بتطلعي لي سنجق عرض؟ أصلاً مو الحق عليكي، الحق على ماجد اللي اقترح هالاقتراح. آه
اللي من الأول، من إمتى كنا والشمس ترقعنا؟ هي الفنة فنت ماجد. طيب يا ماجد، كنت أحكي قبل شي 4-5 أيام، مو هيك خبط لزق؟ شو بدي أعمل يا حبيبتي اليوم لطلعت معنا الفكرة؟ هلأ هاي الفكرة من راسك ولا من راس نعيم؟ أكيد هاي فنة نعيم، لأنه طول عمره معجوق ومخفوق، وعلى شو الله أعلم؟ لا ستي، هالمرة فكرتي مو فكرة نعيم. طيب طالما فكرتك، ما قلت لحالك شلون مرتي بدها تجهز حالها وتضب غراضها بيوم واحد؟ بكرة إذا نسيت لي شي غرض بتعمل لي توشة؟ يا حبيبتي، أنت ضبي اللي بدك إياه وأنا بساعدك، بعدين معنا يوم كامل، يعني مستحيل ننسى شي. ماشي الحال، لكن امسك ورقة وقلم وكتب شو بدنا نجيب غراض، يلا. سجلي كمان لقلك إحبال وبيل وبطاريات. شو كل هدول؟ ما بتعرفي يا عصمات؟ إلا ما يلزموا، بعدين هيك أنا متعود من أيام الكشافة، متعود أحسب حساب لكل شيء. ماشي الحال. شو كمان؟ سجلي بوصلة وجهاز قياس الارتفاع عن سطح البحر وناظور. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هذا نعيم؟ نحن رايحين سيران ولا مهمة استكشافية؟ ولا تنسي كيس البحارة ها؟ هذا ما بقدر اتحرك خطوة وحدة بدونه، حتى إذا الناموس بده يقروصني بندحش فيه وبتكمكر. وهي كيس البحارة. بس أنت ملاحظ إنه لهلا نحن ما أخذنا شيء للتسلية؟ ما فهمت عليكي، مثل شو؟ يعني شطرنج، طاولة، ورق شدة، مسجلة، موالح. أنا هالشغلات كلياتها ما بتقطع بعقلي. لا بس أنا بتقطع، بشو بدنا نقعد لكن نتسلى هنيك؟ خلص خلص مو مشكلة، خدي اللي بدك إياه. أما بالنسبة إلي فأنا رح آخذ شوية ألغاز وقصص مغامرات حتى أتسلى فيهم أنا وماجد. مو ناقص غير تاخذ فيلم لأجاسا كريستي أو لهتشكوك. إيه والله ذكرتيني، سجلي عندك فيديو وشرايط هتشكوك. يلا ماجد، ما بدنا نوصل بالليالي. يلا. شو رايكم ننزل نفطر بشي محل يا جماعة؟ إيه والله أنا كتير جعت. وين بتحب نوقف أخي نعيم؟ لا يا حبيبي لا، أنا ما بحب وقف أبداً، يعني ما حالكم تعرفوا طبعي، أنا وقت بكون على طريق سفر بحط رجلي على البنزين وما بقيم رجلي على البنزين لحتى نوصل. بس هذا سيران يا نعيم مو سباق. سيران ولا ميران، ضروري نقضي نص نهار على الطريق، بس توصلوا لطرطوس بتتسهرنوا لتشبعوا. إيه بس أنا جوعانة، مادتي بلشت تفرق علي فرق. ولا يهمك حبيبتي، ليك ومعنا سندويش ومعنا فطاير ومعنا ترمس شاي وكل شي بيحبه قلبك. وهالدنيا يا هو، 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 وهالدنيا يا هو. تزعل على شو على شو؟ ما عملنا لك شي وهالدنيا كلها ما بتساوي أشي. هبا اسمعي مني وسلمي الدق لأني رح أغلبك مرس. ها لا ستي ما رح سلمك، وإذا مفكري حالك رح تغلبيني مرس فلا تسني سناني. زنبك على جنبك العبي. وهالدنيا إيه نعيم، حلوة اللغز اللي معها. إيه ما بو شي. لمين؟ للمغامرين الخمسة، تختخ وجماعته. بشرفك لتختخ؟ الله يخليك يا نعيم، بس تخلص عطيني لأقرأ. ايه تكرم عيونك. شكرا نعيم. هلا هيك رح يقضولنا ياها رموز وألغاز؟ خليها لالله أحسن شي، زدتي الزهر من إيدك. جهارودو، لسات الخانة مفتوحة. قوم للك ما جيت. لوين بدي قوم؟ قوم نتمشى ناحي البحر. ها جيب معي عدة الصيد. جيب اللي بدك اياه. ما منطول يا جماعة. لوين رايحين؟ رايحين نصطاد سمك. انتوا بلشوا بالمقالي والسلطات على بين ما نرجع. تروحوا معنا؟ بعمرك شفت ست عم تصطاد سمك. روح. قومي معي، قومي لقلي. خلينا نكمل اللعبة. قومي بلش نحضر بلاها هلا غالبتك خلص. هلا هيك بدنا نضل طول النهار على هالقعده؟
إيه شو بدنا نعمل يا نعيم؟ عم نتسلى بهالصيد. دخيلك أنت وهالتسلاية. إيه من الصبح لهلا ما صدنا شيء. ليكون ما في سمك بهالبحر هاد. معقولة بحر بلا سمك؟ أنا قصدي بجوز هالقرنة بالذات ما يكون فيها سمك. هاي الشغلة بعلم الغيب، علم عند الله يعني. طيب ليكون هالسمك ما حب الطعم، شو بدك يعني حط له شي شطاووق لحتى يحبه؟ ليش شو دين اللحمة اللي حطيت له إياها؟ ما حطيت له لحمة، حطيت له طون من هذا الأحمر الرديء يلي السمك بيحبه. قال بيحبه قال، إلى حد هلأ ما علقت ولا سمكة. لك ما جيت ليكون عم يأكلوا الطعم ويهربوا. أقولك عم يضحكوا على عالنا. ها لك علقت السنارة. دخيلك أنت وسنارتك، شو راح تصطاد يعني؟ سمكة قرش؟ يا سيدي با أنت سمكة مهبرة لأنه وزنها تقيل. مهبرة؟ يا عظيم كتير، هلأ منقليها بالمقلاية. اسحاب لك اسحاب اسحاب. حبيبي نعيم، ليك شو طلع لنا قنينة؟ ها منيح اللي ما طلع لك ابريق شاي مصدي او بوط عسكري من تبعات البحرية. اوعى اوعى ترميها، ها لا ترميها لا ترميها قبل ما اشوفها. هات لشوف عما. تعرف شو هاي؟ قنينة فاضية، شو بدها تكون يعني؟ بس ليش حاطينها بشبك يا ترى؟ أنا بقول لك ليش. أنت شايف فيلم جزيرة القرصان ولا مالك شايفه؟ ما بتذكر. طيب شايف فيلم القرصان الناري؟ لا ماني شايفه. يا سيدي بهذا الفيلم كانوا يبعثوا رسائل مهمة بأناني مثل هاي، مثل بالضبط. إيه بس الفيلم عبارة عن قصة وكله خيال بخيال. ما في شيء اسمه خيال يا ماجد، كل الأحداث اللي بيحطوها إلها أساس بالواقع. بعدين هالأسلوب بالتخاطب، التخاطب الأناني يعني، كان دارج كتير خاصة عند الناس يلي بدهم يبوحوا بأسرارهم للمجهول. وكل هالشي تحت وطأة المعاناة النفسية والقهر النفسي شديدين، يا من المجتمع يا من الحكام يا من الظلام الله يبعدنا عنهم. يعني مثلا فتاة صبية بدها تخاطب حبيبها، بدها تبوح بأسرار الشخصية لكائن من كان حتى ما تنفجر من القهر، فكانت تبوح للبحر. وهالأناني هاي صمام أمان، وغالبا هالرسائل غير موقعة بأسماء أشخاص. يعني هلأ بدك تفهمني إنه بهالأنينة في رسالة؟ نعم إذا ما خاب ظني. افتحها لك أنا ورجينا شو فيها. هات لشوف، شوقتني. تكرم عيونك راح أفتحها. قاسي كتير. شد لحظة لحظة لحظة. شو 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 هاد عي؟ لك رسالة يا ماجد. شو هالحكي؟ رسالة مثل ما توقعت. لح فرجيني لشوف شو مكتوب فيها. لحظة لحظة. إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت في كل الأمور على عمن، فكن دائما أرضا يطاك الذي يدري. ومن أزعج الأشياء أنك لا تدري وأنك تدري بأنك لا تدري. شو هذا؟ فهمت شي؟ لازم افهم، مو حلوة مشان ادري. بس شو هذا المرسوم بهالرسالة؟ ما بعرف فعلا يا ماجد، امر هالرسالة غريب جدا. اي والله ما فهمنا شي، عد لنا هيك البيت الاخراني. ومن ازعج الاشياء انك لا تدري وانك تدري بانك لا تدري. وبالسفل في ارقام، 1 47 28 134 33 12 1 20
44 134 11 45. طب شو بيصدب هالأرقام؟ يا ترى مين كاتب هالرسالة؟ يعني مين بده يكون كاتبها؟ شي واحد خرفان. لا لا أبدا يا ماجد، مو خرفان أبدا. إيه شو طلع معك أنت نعيم؟ يا سيدي أغلب الظن إنها خريطة كنز. شو؟ كنز؟ بكوز وطي صوتي، مو لازم حدا يسمعنا. ودخيلك كيف عرفت إنه خريطة كنز؟ بالخبرة، ما بدي أتذكر المسألة. هلأ لا تقلي إنه قراية الألغاز وأفلام هيتشكوك وأغاثا كريستي عطتك هالخبرة. لا تتمسخري يا عصمات، مبين الشغلة جدها، وأنا شايف أحداث مشابهة تماماً للي عم يصير معنا بفيلم قرصان الجزيرة. حتى الخريطة هاي مرسومة بطريقة مشابهة كتير للفيلم. معناتها كل الشغلة لعبة بلعبة، في واحد حب يمزح هالمزحة، قام رسم خريطة ولحشها بالبحر. ما بعتقد أبداً، لأنه هالرسالة قديمة كتير، من 100 سنة يمكن. طيب شلون طلعت معكم بالسنارة؟ شلون مالها غرقانة؟ تحرك التيارات رافع على فوق، هيك يظهر. يعني ممكن نلاقي الكنز؟ طيب ليش لافينا بشبك؟ لحتى تعلق بالسنارة. أبصر شو الظروف، ما بتعرفوا. هلا رد علي نعيم، ليش ما عم ترد علي بقى؟ مري هبة خانم. يعني ممكن نلاقي الكنز ولا مو ممكن؟ ممكن، ليش مو ممكن؟ طيب شو بده يعرفنا بمكانه؟ بالتجربة. اها، وشلون بدنا نجرب بقى؟ اول شيء لازم فك رموز الخريطه حتى اقدر احدد موقع الكنز، واذا لقيناه بيكون حظنا من السماء. واذا ما لقيناه؟ ستي بنكون عملنا مغامره لطيفه تسلينا فيها وكسرنا هالروتين شوي. يا ترى يا نعيم انت بتقدر تفك شفره الارقام والشعر والحجرتين والحيه؟ يا سيدي بدي حاول، بس انتو اتركوني اسهر الليلة على هالخريطة ولا تزنوا فوق راسي لحتى حدد الموقع بالضبط، وبكرة برد لكم جواب. يعني اجتك شغلة تلهيك عنا؟ ماشي الحال، يلا قوموا نتغدى، الاكل جاهز. يلا يلا يا جماعة يلا. ماشي الحال يلا. ومن ازعج الاشياء ان تتغدى. شو اللي اكتشفته؟ العلاقة بين الشعر والأرقام. يعني رح لقى الكنز؟ لك طولي بالك انت، تانية لحظة بس. ماجد عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا والله ما عم بمزح يا ستي، مرقمين الحروف والأرقام. مثلا إذا كنت لا تدري، الألف يعني واحد، السبعة يعني إذا كنت لا تدري، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني اللام، صار معنا ال، والثمانة عشرين يعني الكاف، ورقم أربعة يعني المية وأربعة وثلاثين يعني حرف الزين. يعني صار معنا الكلمة الكنز، يعني رح نلاقينا الكنز. طولي بالك هبة شوي، خلنا نفهم. يعني صارت الجملة الكنز، الكنز في الجزيرة. الكنز؟ لك الكنز؟ لك الكنز؟ الكنز 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 الكنز. طيب والحجرين والحية شو يعني؟ الحجرين والحية يعني محل مو مدفون الكنز. بس ما في جزيرة قريبة من هون غير جزيرة أرواد. صحيح، جزيرة أرواد، وشو المانع يعني؟ لكن قوموا هلأ نروح على أرواد. لك شو صار لك هبة؟ صارت الساعة واحدة ونص بعد نص الليل، خلاص بكرة الصباح رباح. يا فرحتي يا عصمت، يا فرحتي، قسما بالله لو ما لقينا الكنز انا فرحان لاني اكتشفت الشفرة. لك ايه لكان، انا عرفانه مين متجوزه. يا ستي انت اخذه اذكى رجل بالعالم. ايه لكان. وماجد
ماجد، ماجد رفيقه لأزكى رجل بالعالم. معلوم، يسلم لي هالتم. لكن وينكم هلأ؟ خبروا ماجد وناموا وتركوني شوي حتى أدقق بالخريطة. ماشي، طيب. تصبح على خير. تصبح على خير. نعيم، لأنت ضليت سهران مبارح؟ للأربع الصبح. نعيم طمنا، شو الأخبار؟ أطمن وكل شي تمام. يعني فهمت شي من هالخريطة؟ فهمت كل شي. شو هالحكي؟ يعني قدرت تحدد موقع الكنز؟ إذا كان بالفعل في كنز بالموقع المرسوم بالخريطة فاعتبروا الكنز صار معنا، ما في جدال. روح يا نعيم، الله يسمع منك يا رب. وين المحل؟ بعيد من هون؟ لا، جزيرة أرواد، وغالبا تحت حيط القلعة الغربي، ورسمت خريطة واضحة تماما للموقع. ورجينا شو؟ تفضل، هي جهود ليلة مبارحة. طيب بدي افهم انا، شو عرفك انه تحت الحيط الغربي للألعاب؟ يا سيدي مرسوم حيط والشمس عم تغرب عليه، وتحت الحيط الغربي للألعاب في جرن حجر صغير، وبين الصخرتين يلي ورا الجرن في وكر حية، واغلب الظن انه الكنز موجود بوكر الحية. ولي على قامتي، وشلون بتكون طالعوا الكنز من تحت الحية؟ ها يا ستي، الله يطعمها تكون موجودة، ولك أنا بعرف كيف أسحبها وأسحب الكنز من تحتها كمان. طيب نعيم، شلون لحتى قابرين الكنز تحت الحية؟ لكان مشان ما حدا توقع إيده عليه، وهي عادة قديمة كتير. كل اللصوص والحرامية بأيام زمان كانوا يخبوا الذهب والمجوهرات بهالطريقة هاي. الله يجيرنا يا رب. ايه نعيم، شو بدنا نعمل هلأ؟ رسمت خطة محكمة كتير، إذا طبقناها منيح اليوم قبل المغرب بيكون الكنز هون بالشاليه. من تمك لبواب السما يا رب. هلأ بعد الفطور مننزل أنا وياك على الشط، ومنحمل معنا كل العدة اللازمة، ومنستأجر قارب يوصلنا على جزيرة أرواد، ومنخليه ينتظرنا، وبساعة زمان منسحب الكنز ومنرجع. ايه ونحنا ما بدنا نروح معكم؟ لا، انتو لا، انتظرونا هون لحد نرجع، هالشغلة ما بتناسبكم. بس لا، هيك كتير بنشغل بالنا عليكم. الله سمحلولة يا ستي، رح نستأجر جهازين خليوي، واحد بيضل معنا وواحد بيضل معكم، لحتى نكون على اتصال مباشر نحن وياكم. عن جد نعيم، فكرة بتجنن. نعيم، بس شلون بدنا نحفر بالنهار؟ أحسن من الليل، على القليل إذا حدا شافنا عم نحفر بالنهار ما رح يشك فينا، وممكن نتحجج بأي حجة. لك يا عيني عليك يا نعيم، عامل حساب لكل شيء. لك لحتى تعرف انه قراية القصص البوليسية والألغاز والفرجي على أفلام المغامرات والرعب ما راح بوش. ولك أنا من صغري بتفرج على شازام وفلاش جوردن وطرزان وسوبرمان كمان. وأنا هيك تماما. يلا يا جماعة، خلينا نفطر حتى نتحرك على بكير، ما بدنا نضوع وقت، دبني الحماس. يلا يلا تفضلوا، هاتي زيتون. شو صار معك؟ لقيت لك قارب بياخد العقل، بس صاحبه أطرش وأبكام. أطرش وأبكام؟ عظيم جدا، شو المانع؟ هذا عز الطلب، قديش اتفقت معه؟ قلت بسألك بالأول. لك ما بدها سؤال، شغلة باينة، الله بعت لنا إياه من السما. امشي لقلك، امشي حميل. يلا دقيقة ها. اي اي، قل له بدنا روحة ورجعة. روحة ورجعة ساعتين. اه، أنا ونعيم سوا سوا على أرواد. با. ها، روحة ورجعة. با. ساعتين قديش؟ با. با. 200. عم بيقول قال بده 2000 ورقة. لا، شو 2000 ليرة؟ كتير هيك. عم بيقول لك 2000 كتير كبير. با با. قال عم بيقول طز ما بده يروح. العمى. لا لا، ماشي الحال ماشي الحال ماشي. حمين. اوكي. ايه. ما معي، هلا بعطيك، هلا هلا هونيك بعطيك. ايه يلا زين. الو، هني هني. ايه نعيم، ايه شو صار؟ خبرني عن جد.
كتير منيح كتير. هيك أحسن بألف مرة. مزبوط. طيب خبرنا أول بول. ها ماشي، الله معك، دير بالك، باي. شو قال لك؟ قال لقوا فلوكة وصاحب أخرس. شفتي نعيم شو ذكي؟ لحتى ما يشك فيهم. يا بالاتجاه هاد يا بالاتجاه هاد، ما في حل تالي. ما معك خريطة؟ معي معي يا حبيبي معي، عم بحكي عن علم. من هون؟ اها شرد. بس وينك؟ قل له ينتظر لحتى نرجع. يا اخونا هي انتظرنا لحتى نرجع. با 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 قال ايه؟ ماشي الحال، يعطيك العافية. با با بالك. ها بجوز تكون هاي محنشه. ها شو يعني محنشه؟ يعني منطقه حناش. شو هالحكي؟ بس لازم يحطوا شخص يا اخي. ها ليك وينه؟ وينه؟ قسما بالله هات يمكن جرن المكسور. قسما بالله صحيح. شو موجود على الخريطه عندي؟ وهي الحجرتين الكبار. شفت؟ شفت شلون حساباتي بدها تزبط؟ لك بشرفي انك عبقري وانا ببصم لك بالعشره. طلعت اذكى من ارسين لوبين بألف مره. إيه لك لحتى تعرف. طيب هلا ارسين شو بدنا نعيم شو بدنا نعمل هلا؟ يا سيدي فرد لي عدتك لقلك فدا لشوف فرد. يلا شو وين راحت هاي؟ دقيقة هيك اجوم. اخي شو عم تعمل يا نعيم؟ إيه لكان هلا اذا الحية او الحنش موجودين يا اما بيطلعوا يا اما بيهربوا.
ان شاء الله بيهربوا. لك كت شوية بنزين كت بركي بتقوى النار شوي كت. ايوه برافو عليك. ما في شيء. اسمع خلينا نبلش حفر. يلا يلا. لك شو قصتهم؟ صار لهم ساعتين ما اتصلوا. طب احكي معهم. انت ليش ما عم تحكي معهم؟ هيك ايه ما فيها شيء. احكي معهم. الو نعيم، لك وينكم؟ شغل بالنا عليكم. شو الحكي؟ ايه عن جد؟ طيب خبرنا بكل شيء اول باول. الله يعطيك العافيه يا رب. الله معك. شو قال لي؟ قال بلشوا بالحفر. معناها وصلوا لمكان الكنز. لك وصلوا ولقوا المكان مثل ما مرسوم بالخريطه بالضبط. الله يكملها معهم ويجيبوا لنا هالكنز يا رب. لحظة لحظة واقف 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 شو بدك الحنان؟ لا شو الحنان؟ الجرة والله الجرة. لك عم طالع الجرة انت على بين ما امنع الناس من الاقتراب. يلا نعيم. واقف يا حبيبي واقف. الله يرضى عليك ما بدي خوفكم بس لقينا حناش هلا هون. انا عم طخين كثير. هات لك هات هات شوف. افتح افتح. لا 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 لك دهب لك دهب يا ماجد. وطي صوت دهب دهب مبروك علينا يا نعيم. وينك؟ روح لقينا بشي شغله حتى نضب هالذهبات فيها. أوام الله يرضى عليك. يلا أوام. موديات يا رب. وينك ساعدني لنحط هالذهبات كلها جوات التنكي. جبل 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 جبل. الله يرضى عليك. جيب شوية حجار ووسخ وخام واجر بقدونس وبطيخ بندورة شو مكان حتى ما نلفت نظر. بس هيك بتصير تقيلة. معلشي بنتساعد على حملها من هون لنوصل على القارب. شو رأيك نترك باقي الاغراض هون؟ لا لا ما بدنا نترك شيء هون. مفروض ما نترك أي أثار. بعدين لازم نرجع على القارب مثل ما رحنا. ما فهمت عليك. يعني لازم نرجع معنا كل الأغراض اللي كنا حاملينها لحتى ما يشك فينا الزلمة. قولك يا عيني عليك يا نعيم لوبين، أنت ما بتفوتك أي شغلة. بس وينك؟ لما بدنا نطلع على القارب ما بدنا حدا ينتبه. ها ولا يهمك، أنا طلع على القارب بدون ما ينتبه صاحب القارب. أصبح روح دبر شوية وسخ الله يرضى عليك مشان تموين. طب منين بدي دبر وسخ يا نعيم؟ قلت وسخ شوف من الشارع من هون من هون. جيب شوية من عند رئيس البلدية. خلصني. حاضر. عظيم جدا، حظنا قوي كتير يلي لقينا نعيم. إلا كان بسرعة خلينا نحط هالغراض قبل ما يفيق. يلا يلا فيقوا بسرعة فيقوا. هبا 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 يا لوا هبا هبا. Oh.
اجيب على سؤالنا. مين قال لك ما راح احكي؟ ليش هاري موبايلك هان؟ 10 موبايلات راح نشتري بكره. الو مرحبا عصمت، هاتي البشارة، هاتي البشارة يا عصومة. ليش لقيتوا الكنز؟ نعم يا ستي لقينا. عن جد نعيم؟ عن جد عم تحكي؟ لك هبة لو الكنز؟ بتعبري قلبي يا عصمت على هالخبر يا معلاكي. سأليهم قديش قديش؟ صحيح قديش قديش الكنز؟ لك شو بيعرفني، بس مو أقل من 10 كيلو ذهب. ألف مبروك حبيبي. وهلا وينكن أنتو؟ على طريق الرجعة، يعني بعد نص ساعة ثلاث ربع ساعة منكون عندكن، نحن وتنكة الذهب. ونحن بانتظاركن على أحر من الجمر. شو قديش لقوا؟ قال لقوا بالتنكة 10 كيلو ذهب. نعمة كريم، كتير كتير مني. هلا صار فينا نشتري البيت يا رب. لا نحن ما بدنا نشتري شي، رح ألعب بعقل نعيم ياخدني سياحة حول العالم. كمان معقول. وين التركة؟ وين حطيتها أنت؟ هون هون. وين؟ هبا 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 هبا. سألوا وين التركة؟ هبا هلا هبكي هبكي التركة وينها؟ تاب اللي عمّا بقلبه زتا. لك شو زتا؟ الله لا يعطيك عافية فهو تعبك. تاب ولك طار الكنز طار والذهبات. ولك يخرب بيتك وبيت بيتك. شو غبي؟ لك حمار أنت حمار؟ تكيلي حريق صلحاني معك. باب 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 باب. يا نعيم ما جيت؟ تأمني شو بطل انت؟ الحمد لله السلامة. لك شو بكو؟ ليش هيك ساكتي؟ شو وينها تنكة الذهب؟ هبا با يا بابا بابا تنكة يهرب بيت قلبه. هبا با 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 با. شو هبا با 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 با؟ شو ها؟ فهمتي شي عصمة؟ هبا با هبا لبا هالبنكة بابا با 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 با